السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا في أي كتاب نقرأ؟ هل نقرأ كل ما يقع تحت أيدينا؟ قطعا لا، فالكتب مثل الأطعمة، فنحن لا نأكل كل ما نرى، ولكن نختار وندقق في الاختيار، وأيضا علينا أن ندقق في اختيار الكتاب الذي نريد أن نمضي جزءا من أعمارنا فيه. الكتاب الجيد ليس هو الكتاب السهل، لا، هو الكتاب الذي يرتقي بك. وحتى يرتقي بك الكتاب فينبغي أن يكون أعلى قليلا من مستواك. وأنا شخصيا لو خيرت بين كتاب أفهمه جميعا وأستوعبه كله، وبين كتاب أفهم منه 70%، لاخترت الكتاب الذي أفهم منه 70%. لماذا؟ لأننا ونحن نقرأ لا نفهم إلا ما نعرف، فإذا فهمنا الكتاب بسهولة فهذا يعني أننا نعرف المعارف التي فيه، وستكون قراءتنا فيه عبارة عن تذكر ليس أكثر. الكتاب الجديد هو الكتاب الذي تعاني في قراءته، إنه مثل الصعود على الدرج، مثل الصعود على السلم، كل كتاب يرفعك إلى الأعلى، وحتى يرفعك لابد أن تعاني في قراءته، وهذا يتطلب ألا نسارع إلى شراء الكتاب لأن مؤلفه فلان. فالمؤلف الجيد قد يكتب كتابا غير جيد، والمؤلف العادي المغمور قد يكتب كتابا ممتازا. مناسبة الكتاب لما لديه هو شيء أساسي ومهم، فليس كل كتاب يناسبني ولو كان جيدا. أنا في مرحلة من العلم وينبغي أن يكون الكتاب مناسبا لهذه المرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.